كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز وقرينته صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال كاميلا، وذلك بحضور نجلاء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مساء اليوم في ختام زيارتهما الرسمية إلى مملكة البحرين، والتي ركزت على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والتقيا فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوه سموه بما عكسته الزيارة التي تزامنت مع مناسبة ذكرى مرور أكثر من 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية التاريخية من حرص واهتمام مشترك على تدعيم أسس التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بما يجسد قوة العلاقات الثنائية ويحقق الأهداف والمصالح المشتركة من نماء وأمن واستقرار، خاصة في ظل التطورات والمتغيرات الراهنة إقليميا ودوليا. كما كان في الوداع في قاعدة الصخير الجوية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة حرم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وعدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين في المملكة.